وصلنا إلى فقرتنا الطبية لليوم، وأحيانا تكون هناك المعاناة من القلق جزءا طبيعيا من الحياة، فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق من حين لآخر، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص قد يرتبط القلق بمشكلة صحية أساسية، إذ يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية جسدية كمشاكل في الهضم أو الصداع والأرق وغيرها من الأمور. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستديو الدكتورة شادة محمد، اختصاصية طب الأسرة. دكتورة صباح الخير. دكتورة صباح النور، شكرا على استضافتكم لي النهاردة. بالفعل دكتور، حياك الله. هل بالفعل القلق ممكن أن يؤدي بنا إلى حالات صحية مزعجة جدا؟ هل نستطيع التغلب عليه؟ أم بالنهاية هذا التحدي ما بيننا وبينه يفشل لصالح القلق دائما؟ لا إن شاء الله ما يفشلش، بيأدي لأعراض صحية مزعجة، بس نقدر نتغلب عليه لو وعينا ليه، لو عرفنا إن إحنا عندنا قلق. أول ما أقول أنا عندي قلق وروح للدكتور، هو ده أول خط للعلاج. الإنسان قلق بطبعه، قلق على المستقبل، يخاف من المستقبل، يخاف من يومه، ماذا حيحصل، أولادي إلى آخره. صح. طيب. وده حاجة طبيعية جدا وسلاح جسم الإنسان بيعمله عشان تبقى، لأنه القلق لما بنحس بالقلق، لما أجي أروح الامتحان طبيعي أحس بالقلق. طيب. لو جاي أسد عليا لازم أحس بالقلق، ولازم جسمي يتفاعل معاه. بيعمل إيه؟ المخ يقوم قايل إيه؟ في عندنا حاجة اسمها أميجدلا في المخ جوه، اوكي، دي مسؤوله عن التحكم في المشاعر. طيب. تقوم مطلعه اثنين هرمون اسمه، هم ستريس هرمونز، اللي هي الكورتيزول والادرينالين. فلما يقوم مطلعه ويحصل ايه؟ ردود افعال من بالظبط، ضربات قلبي تسرع، ابتدي اعرق، هاخد نفس، كل الحاجات دي بتحصل عشان الاكسجين في جسمي يزيد، فانا اقدر اجري اعمل فايت اند فلايت او فايت اور فلايت، يعني يا اما احارب يا اما اهرب. طيب هو شعور طبيعي زي ما احنا قلنا، ممكن زي اللي بيفرح اللي بيحزن، شعور ممكن نحس به يوميا كمان من ضغوطات العمل، من ضغوطات الحياة اليومية. امتى بيكون بيسبب مشاكل فعليا؟ يعني اللي عندهم صداع نصفي طول الوقت، اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي طول الوقت، وجع في المعدة. القلق لما يبقى فيه سبب ده شيء طبيعي، مشكلة لما يبقاش، ما يكونش فيه سبب وانا قلقان ولازم ليا على طول، مش عارف اعمل عليه كنترول، ساعتها بيبقى فيه مشكله. ساعتها انا بعرف انه لا، ما هو مفيش سبب، يعني انا ما عنديش حاجه تخليني انا قلقان من حياتي الروتينيه، قلقان انه النهارده يخلص، قلقان اقابل فلان فلان، مع ان فلان فلان كويس ده معايا. ببتدي احس ان ضربات قلبي بتزيد عليا. انت على المدى الطويل لما تتعرضي للهرمونات اللي المفروض اللي هي ستريس بس، بتأثر على القلب وبترفع الضغط وتخليكي تتنفسي بسرعة، فتحسي اني انا حاسة بتنميل ودماغي مش مظبوطة وحاسة ان انا دايخة. اروح للدكتور اقول انا مش عارفة اخد نفسي، الدكتور يسمعك يقولك انت كويسة، يأثر على زي ما انت حضرتك تفضلتي على المعدة، انه لانه مفيش دم بيروح للمعدة ساعة القلق، فبيحصل ربطوا ما بين القولون العصبي والناس اللي عندهم القلق المزمن. أو هذا الأسهل، أنه معك قولون عصبي، معك انتفاخ، ما هي الأمراض التي قد تأتينا ومصدرها يكون القلق؟ والأغلب يعني لما تروحين للدكتور يقول لك diagnosis، ما في لا تشخيص واضح. احنا لو فهمنا أنه في أدرينال والكورتيزون بيطلعوا يبقى ممكن يأثر على القلب، لأنه بيخلي القلب يضرب بسرعة جدا. في أبحاث قالت لي لينك، ممكن يعلي الضغط، ممكن يأثر على يعمل لي قولون عصبي. في أبحاث قالوا أنه ممكن كده. إيه تاني؟ ممكن يأثر على المناعة بتاعة الإنسان، فأنت تبقى عرضة أنك يجي لك أدوار برد بسرعة، عدوى، لأنه الجسم مش جاهز أنه هو يدافع عن نفسه، هو جاهز أني أهرب واتخانق. ممكن الدماغ يخدعنا بين أنه هذا القلق يتحول إلى ألم عضوي مثلا في الركب في الرجلين دون ما أشعر، بمعنى أنه أفرغ بهذه الطريقة؟ مش بيفرغوا، يعني قلنا أنه حول. من ضمن الحاجات اللي بتعملها أنه بيشد العضلات عشان أنت هتتخانق أو هتجري. تخيل عضلاتك مشدودة على طول،
هتحس بإرهاق مزمن. والله يا دكتور أنا مش ضده بس جن. طيب هتفضل عضلاتك على طول تعبانة يعني ممكن تحس بإرهاق مزمن. طيب هل هذه عند كبار السن يمكن نلاحظها أكثر، أنه والله مثلا الوالدة أو الوالد أو الجد أو الجدة أنه والله رجلي بتوجعني أو مفاصلي أو كذا، ما يكون سبب عضوي واضح صحيح؟ لو ما فيش سبب عضوي ممكن يكون قلق، بس لازم ما احنا ما هو مشكلة ان القلق بيجي بأعراض تخليني اقول امراض تانية، فانا كطبيب لازم اعمل فحوصات واعمل زي. لو مثلا ضربات قلب سريعة بفكر في القلب اعمل تخطيط، لو طلع لي نورمال لا يبقى في حاجة تانية. حد بيقول لي انا مش عارف اخد نفسي، اسمع الرئة كويسة يبقى اعمل اشعة كويسة، يبقى في سبب تاني. فاحنا بنشخصها كده. وكمان هو المريض مع الكلام مع الهيستوري مع اني بعرف منه امتى حصل بقالنا قد ايه، في تريجرز ولا لا، لانه مش كلنا يعني كلنا عرضه انه يحصل قلق، بس في مننا نسبه ممكن يكمل معاهم يبقى ده شيء مزمن على طول. طيب عند التشخيص وعملنا الفحوصات وعملنا الاشياء اللي لازم نعملها الاشعه، طلع انه في قلق في توتر، بتوجه المريض ان هو يروح لمتخصص نفسي لحل هذه المشكله ام بيكون في ادويه عقاقير بتتبعيها مع المريض؟ لو حالته سيئه جدا يعني سيفير طبعا لازم يشوف طبيب نفسي. مضاعفات ممكن توصل ليه؟ اللي انا اللي هي ان ممكن يعمل له ممكن امراض عضويه، ممكن يعمل ارق. في ناس بتخاف من السكته القلبيه، ممكن تقول لك من كتر التوتر اللي انا فيه انا بخاف انام ما اقومش من الزعل او التوتر او ولا فعلا ممكن توصل. في ابحاث قالت انه الناس اللي عندهم قلق اللي هو اضطراب القلق ممكن يكونوا عرضه من الناس التانيه ان هم يجي لهم هارت اتاكس او هارت ديزيزز، لان هو اصلا ساعات بيجي لنا بحاجه شبه الهارت اتاك. في ادويه مساعده لازاله هذا القلق بمعنى انه شيء يساعدني اني انا خلاص انا ماني قادر اسيطر على القلق، ماذا تفعلين معي؟ في ادويه مش بتعالج القلق، بتقلل اعراض القلق. وفي علاج للقلق اسمه Cognitive Behavioral Therapy بالكلام، ان هو بيساعدك. ده بيبقى حد متخصص اما اخصائي نفسي او متخصص في الكوجنيتيف بيهيفيور ثيرابي، انه يساعدك تغير فكرتك للحاجه اللي مخوفاك. لانه انت بتتعامل مع حاجه عاديه على انها حاجه كبيره قوي، فانت قلقان منها زياده عن اللزوم، فهو بيعدل تفكيرك، هو كوجنيتيف التفكير وتعاملك او البيهيفيور بتاعتك مع الشيء ده. فواحده واحده ويخليك تكتب دايريز وتكتب الحاجه اللي مخوفاك وتروح له، في جروب سيشنز، في علاج كتير وممكن نتغلب عليه. بتسرع من عمليه الشيخوخه التوتر والقلق؟ ممكن يعني تخيلي انت على طول ستريس. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا بقول لك نهدي نفسنا ازاي؟ نكتب في نفسنا. طيب مديتيشن لو انت مايلد، ما هو في مايلد وفي سيفير، ما على حسب النوع. لو حاجه بسيطه في اكسرسايزنج، انك تبقي دايما سوشيالي اكتيف، ان انت دايما بتقابلي الناس، بتاكلي هيلثي، بتعملي رياضه، كل الحاجات دي بتساعدك. بس الموضوع لو خارج عن سيطرتك لازم تشوفي الطبيب طبعا. الرياضه الى اي مدى تساعد؟ بتساعد كتير جدا، بتساعد، لان هي بتساعد الدوره الدمويه وبترفع السيروتونين وبتساعد يعني تعمل توازن ما بين المجهود العضلي والمجهود الذهني الذي يسببه القلق. هو عشان التاثير الاكسرسايز او الرياضه بوزيتيف دايما على الجسم، من ناحيه الدوره الدمويه، من ناحيه الكيميكلز اللي بتطلع من الرياضه. يعني زي ما تاكل شوكليت عشان مزاجك يتعدل، في ناس بيلعبوا رياضه عشان تجلب السعاده. انا محروم من الشوكليت. طيب خلينا نروح لبعض الاسئله والاستفسارات من المشاهدين. دكتوره كيف نعالج القولون العصبي والخفقان؟ على حسب سبب القولون العصبي، لو هو قولون عصبي ليه علاج، بنعالج السيمبتومز اللي هي الاعراض. يعني على ما هو قولون عصبي ممكن يجي يعني بالاسهال او امساك، فاحنا بنعالج الحاجات دي. لو في انتفاخ بنعالجها، ولو سببه القلق بنعالجه زي ما احنا تفضلنا وقلنا. صباح الخير دكتوره، كيف تكون نصائحكم لنا من كورونا؟ ما ادري والله الوقايه من الكورونا. اغسلي ايدك على طول على طول على طول. أوكي. حطي لما تيجي تكحي، في عندنا حاجه اسمها كوف اتيكيت، بليز اتبعوها، يا اما امسك كلينكس لما اجي اكح. ما فيش كلينكس اكح هنا، عشان انا لو كحيت في ايدي وسلمت على اللي قدامي سوري يعني ممكن ينقله. ودايما اغسل ايدي لو انا مش واثقه انه الارياز مش نظيفه. طيب هل الاسبرين مفيد للصحه، شرايين القلب ويقي الجلطات؟
أم مجرد كلام فاضي؟ مخدوش من نفسي، أخده لو أنا عرضة إنه يجي لي جلطات، فلازم الطبيب هو اللي يكتبه، بس لا مش كلام فاضي. يعني اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب؟ إلا لو هو تبين موصف للطبيب من التحاليل إن هو عرضة يجي له جلطات بندي أسبرين، بس لو لأ لأ. كيف نتعامل مع الطفل السمين من ناحية الأكل؟ هل تخفيف الأكل له في الليل أو في العشاء يخفف من سمنته؟ مش حكاية بالليل، هو الفكرة إن هو ليه عنده سمنة؟ الأكل اللي هو بياخده عامل زي ما هو، برضه لازم يأكل أكل صحي، مش نديله شيبسي وشوكلت طول اليوم وقوله أنا مش هديله عشاء، اديله عشاء صحي واحرميه، مش احرميه بس قللي نسبة الشيبسيهات والشوكلتس والأكل اللي هو النون هيلثي والتيك أواي اللي على التليفون على طول. طيب هذا آخر استفسار، شكرا جزيلا لك دكتورة على وجودك معنا. تحدثنا عن دكتورة شذى محمد، طبعا أخصائية طب الأسرة، تحدثنا عن طرق للوقاية وأجبنا على كل الأسئلة. شكرا جزيلا لك. مرسي ليكم، مرسي لاستضافتكم النهاردة ليا.